شوية معتزلة للساحة الدرامية، مركزة على السينما أكثر. فدونك عندي فيلمي وهو التجربة الإخراجية، الأول فيلم روائي طويل لي كمخرجة اللي هو هجوم محرم، إن شاء الله غادي ينزل في العيد في السعودية وبعدين في الخليج. وعندي تصوير فيلم ثاني أول أسبوع العيد سميته 3-1 أكشن. ان شاء الله ان شاء الله تري بيانتو. الفيلم هذا غادي يكون مشترك، غادي يكون فيه اون اكتريس ماروكان، غادي يكون فيه دي زاكتور من الوطن العربي كله. السينما المغربية هي دائما سباق، يعني انا دائما اتساءل لماذا هذا الفارق الكبير بين الدراما والسينما، عرفتي؟ تنتمنى أن الدراما ديالنا تلحق بركب السينما وتحذو حذو السينما المغربية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله كاينه شي حاجة في الأفق 2020 يا رب. يعني أنا بلا تحيز دائما أكيد غانم فاميلي، أكيد دنيا وأمي وحسن الرداد، وطبعا الهرمين في الخليج أنا تنتابع حياة الفهد وسعد عبدالله مع حفظ الألقاب، شجون الهاجري، وتنتنى نشوف وجوه جديدة، لأن I think إنه دابا يعني إحنا محتاجين ضخ دماء جديدة في الـ في الـ في الدراما. يعني بصراحة أنا تنسمع موسيقى من كل وطن العربي ومن كل العالم، يعني ما عنديش تحيز أو تعصب فني، تنسمع كل شيء، تنسمع أسماء المنور تنبغيها بزاف وديما تتفاجئنا، وصوت دائما يثبت أنها في مكان تتخلي البصمة الخاصة ديالها، يعني أنا one of her big fans. أسماء القلب الأبيض وعفوية وبسيطة، يعني ما يمكنش لي نقيمها لأن سي اون امي وهي شخص أنا تنبغي بزاف. ما تنجيش ونمشي دغيا، تنجي وتنجلس أنا ضد سياسة الإغراق أيا كانت في أي بلد، سواء بلدي الأم أو في بلدي، ما عنديش تواجد فني، علاش نجي ندير جعجعة ولا أرى يعني طحينا؟ فأنا تنجي نشوف عائلتي، تنجي نشوف بلادي، تنجي بوغ مي غوبوزي أن بتي بو، والنهار اللي غادي يكون عندي شي موضوع فني أنا غادي نتكلم فيه. أنا ماشي من النوع اللي تيبغي السوشيال ميديا بزاف أو تيبغي التواجد الإعلامي بزاف، إلا إذا كان في شي حاجة تستاهل.